تخيلك انتبهي على بوبو بدك انطر تقشر لك اياها على المزبوط. رح امسكه منيح. اعطيني اقشر لك اياها يمكن انت ما بتحب القشره. اتس اوكي بتاكل على القشره. يا حبيبي هي رح تنتبه منيح. شو صار؟ بوبو بحبني بحب تيتا تبعه. شو بدك اعمل لك يا تيتا؟ بوبو في امرأة من هون. Pay first. How much do I need to pay? أميل. خلص فيك تمرق. ليك حطيهم سجليه يعني بدفع هلا صار لك انت بدك مني أميل. وبرجع بعد شوي بتقولي لي قد ايه صار حسابي وبدفع لك مره واحده باخر النهار مش احسن؟ طيب احسن طريقه لنطلع مصاري. مصاري المجنان مش مصاري حقيقه. انت كمان ليه ما بتاخذي مصاري حقيقه؟ ليه؟ احسن بتصيري ريش. لازم يدفع. لا فكيت الحاجز ما عاد مجبورين ندفع. يلا بدك نعمل دانس؟ يلا خذ يا نور انت عم بينا بجو كيس لانه وعاء الشوكولا. يا بني رجعت انبسطت؟ التفوا التفوا لا الدونات بيتكل. كيف بيلتفوا الدونات؟ بعده متوتر. التفوا هلا قلبي شي بسيط. ايه برافو. حرك اجري. يلا برافو برافو. بنحرك اجرينا وبعدين ايدينا. شو كبست؟ ما كبست شيء. هيدا طفى لانه خلصت الباتري تبعه. رح نحطه بالكهرباء. اوكي حط هيدا. يلا بس ماما بوقف الفيديو. ماما بوقف الفيديو. شيبس على بصل؟ ايه. ايه ليك كيف الشمس عم تغيب. بعد لنا نقطة 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 بس مبيني اورانج. نقطة نقطة. هو الصلاي. وبوبو هو الصلاي. هو لأنه الصلاي بحياتها لنور. لانه هي ذا لاف اوف هير لايف. يا بلا يا هادي بوبو هو اللاف اوف هير لايف مثل ما انت الاياد اللاف اوف يور لايف نفس الشيء. كيف شو حلي انا شو بالي اذا هادي بحبك شو بيأثر؟ ليك ليك شو زعل روق شوي. ليش اياد بدك تجاوبني بكل موضوعيه يعني واذا هادي بحبك ليه انت بتزعل؟ بكره بتموت فيه بتموت فيه. كذاب هو بحبك. هادي هيز لا يا ويلي هادي قد ايه منيح عم بلم وراكم احسن ما تصير نعيط عليكم كيف بتكبوا كل شيء على الارض. قد ما هو منيح عن جد عن جد هو هيك لوفلي بيرسون. He's such an amazing brother. نياله اللي عنده خي هيك هالقد سبيسيال مثل هادي عن جد. You're so lucky يا نور. You're so lucky يا هشام لأنه عندك خي كيوت مثل هادي عن جد نيالك. أنا ما سمعته ما بحبوش أنا جبت جار خالي وهو بجار خالي خالي. هو كثير بحبه إياد بس بيقول هيك. لا كيف بضلني أقول لك هيك بضلني قاهرك. بكره بس يكبر بصير هادي يقول له لاياد اياد الثاني يقول له اياد وانا كمان. هشام هشام شو بقى اياد ليه زعلان؟ هشام ليه اياد اسمعي شوي سناتورال ليه اياد معصب قولك؟ من شو قولك معصب؟ انا بتشوف اذا فاهم هشام مشان تفكر يا زعلان. يمكن لانه بده ياكل شيبس على بصل. لا ماراثون دي شيبس هلا. شو دغري عم ياكل كثير هيدا الروج على ولا شيء. ايه والبلو على بصل. لا
ولا يمكن الفار على حر او على شيء هيك. بندور. بس هيدا الروج على ولا شيء. ذوقيه ما له طعمة شيء. شو؟ بتحس عنده كثير طعمة؟ انا بحس هيدا على بطاطا. صح يمكن هو هيك على بطاطا، شيبس على بطاطا. شيبس بنكهة البطاطا، لا يا اياد مش على طماط، على بصل. عم بتزنخ عليك على ملح. اياد انت اعطاك هذه شيبس؟ هم ما بيدهم كريزي. لا بس بدي اشوف اذا اخذ منك لانه اكيد انت بتعطيه لانك بتحبه كثير. يس I will say it forever and ever again. لا بس بدي اشوف اذا اخذ منك لانه اكيد انت بتعطيه لانك بتحبه كثير. Yes, I will say it forever and ever again. لك ما أحلى رسمة نور. عملي لي كروش صغير لأن قد ما عم باكل نحن هلا وقاعدين بقلب البيت كل الوقت. طب لو مرسوم عليا. واو. قد ايه مرسوم؟ قد ايه قد ايه؟ مرسوم 5. 5 اوكي يلا. ماما دليني وين الدور؟ إيه بدك اعملها؟ ماما انا ارسمها اعطيني. لا 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 هون الدور. ايه صح هون الدور. ورجينا لوحة هذه. ماي فاميلي يقبرني. ايه يقبرني ولك ليك قدام بقراسم حاله حلو. انا عم بلش اياد. عم بعمل كلام بضل فاتح. اول شيء ايه قول بين الفلانيل تبعته مش على المقلوب. انا بين مش لابس فلانيل. هي شو ماذا تفعل؟ دوت تحطه وتقص بتاع شوي. بتاع شوي بس نشوف الديش شوي مش رح نعمل منه بس بدنا نقرا منه نقطة واحدة. اتذكروا بكره مين البارنت اللي بيجي بدرسكم الساعه 8 بالليل؟ مين الكول بارنت اللي بدرسهم الساعه 8 بالليل؟ هو والله مش كول. انا كولر ذان هيم. مين كول اكثر من مين؟ بابا كول اكثر. يلا قوم على الفيش لكن